شهر رمضان الكريم صيام المسلم يكون شفيعاً لصاحبه يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي رب، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. اللهم وفقنا لاغتنام فوائد هذا الشهر الكريم وانعم علينا بها، والله يحفظكم ويحفظ غنيكم.